سعادة النائب هشام العشيري سأل عن موضوع إن هل هي تكون مكافأة مقطوعة أو تكون زيادة في المعاش، وهو التوافق بيكون التوافق الذي تم إن هي بتكون زيادة في المعاش، فالمعاش بيرتفع، وهذه النقطة مهمة وأشكرك عليها. سعادة نائب عبد النبي سلمان النائب الأول للمجلس ذكر موضوع إدخال الأجانب. إدخال الأجانب لا يزيد من الالتزامات على أصحاب العمل في قانون العمل رقم 36 لسنة 2012. هذه الالتزامات موجودة، والالتزامات قائمة على أصحاب العمل إنهم يؤدونها إلى العامل الأجنبي عند انتهاء عقد العمل اللي هي مكافأة نهاية الخدمة. الفرق فيها أن بالتجمع في الصندوق إلى أن تدفع، وهذا شيء يساعد في الوضع التدفقات المالية والوضع الأمالي للصندوق بشكل إيجابي، وتجمع وتدفع لهم في النهاية. كان في مقترح قبل هذا المقترح اللي تمت في اللجان ومن السيناريوهات، كانت أن يتم إدخال الأجانب باشتراك كامل إلى أن صاحب العمل يدفع إلى 17% على العامل، وهذه كانت أولاً بتسبب ضغط كبير على أصحاب العمل، وكذلك إضافة على ذلك كانت بتسبب التزامات كبيرة على الصندوق، لأن ما وصلنا إلى درجة أن المشترك في الصندوق يدفع أكثر من ما يستلم. اليوم للحين المشترك يدفع أقل بكثير من ما هو يستلم كدفعات لاحقة، فلذلك تم بعد النقاش مع اللجنة وضع السيناريوهات، كانت هذه واحدة من السيناريوهات اللي حسبناها، لكن من حسبة مد عمر الصناديق كان لها أثر سلبي كبير، ومن ناحية سيولة القطاع التجاري وأصحاب العمل كانت بتسبب لهم إشكالية كبيرة. أما موضوع مكافأة نهاية الخدمة فهي التزامات قائمة حسب قانون العمل، وفقط آلية تجميعها تصير من خلال الصندوق، وهناك المادة اللي تنص على تحديد ذلك بالقرارات التنفيذية، بدل لا يتم دفعها مباشرة إلى العامل في نهاية الفترة، وهذه سبل صالح الصندوق. هذه كانت الدراسة اللي وصلنا لها. شكرا.